السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله عندنا المحاضرة السابعة الخاصة بالمولكولار بيسز أوف ميديسن. بهاي المحاضرة إن شاء الله راح نحكي عن الستريك أسيد سايكل أو الكريبس سايكل، يعني دورة كريبس أو دورة الستريك أسيد. زين، إحنا هذني المصطلحين اللي هم ستريك أسيد وكريبس سايكل إحنا سامعين بيهم، بس وين سامعين بيهم؟ سامعين بيهم بمحاضرات الراحت. مثلا كنا نقول أنه فلان شغلة تصير بالستريك أسيد، فلان شغلة تصير لما يصير عندي ستريك أسيد، بس إحنا ما نعرف شنو هي ستريك أسيد سايكل ولا نعرف شنو هو الكريبس سايكل. بالمناسبة هم اثنينهم مع نفس المصطلح، ستريك أسيد سايكل إلى اسم ثاني اللي هو الكريبس سايكل، يعني هو مجرد اسم مالته. المحاضرة اليوم مالتنا بشكل عام يعني ما بيها شيء، يعني هي مو سهلة، ما تعتبر سهلة، مو مثل الكربوهيدرات ما ذيك محاضرة راحت قبلها سادسة، لا هذه يعني أوكي نص ونص، مو كلش، لا هي صعبة ولا هي سهلة. بس عندنا احنا بلو دائما محاضرة، انتم ما راح تقدرون تفهمون المحاضرة اللي هي تبدي من رقم 3، ما راح تقدرون تفهمون هاي البداية زين لحد هاي الصورة تقريبا الا اني اروح اشرح لكم على موضوع ثانوي او موضوع خارج هذا المحاضرة مالتنا. زين، فراح نحكي عن كم شغلة معينة، يعني راح نحكيها مات شوية بالتفصيل ونرجع، راح تشوفون انه كل اللي اني حكيته راح يكون واضح لكم في حال انه فهمتوا انتو الشرح اللي اني راح اشرحه شوية اللغة. فنروح على الشرح مالتنا، نشرح ونكمل ونرجع على المحاضرة. زين، يعني عندنا هذا البي دي اف، هذا البي دي اف الكامل، هذا كله اني يعني مسوي، يعني انا كاتبه كامله احسن مما انه نروح نكتب اثناء المحاضره لانه راح ياخذ وقت من عندنا. فانا كتبت على ورقه وسويته بي دي اف حتى نشرح عليه، هذا اسهل مما انه انا راح اكتب. زين، احنا اليوم او في المحاضره انسوا المحاضره بالكامل، احنا اليوم راح نحكي عن التنفس الخلوي. راح نحكي عن شنو؟ راح نحكي عن التنفس الخلوي. شوفوا، احنا عندنا نوعين من التنفس بشكل عام، اللي هو التنفس الخلوي والتنفس الاعتيادي، اللي هو يعني المو خلوي يعتبر التنفس الاعتيادي والتنفس الخلوي. بالتنفس الخلوي، التنفس الخلوي هو احنا سميناه تنفس خلوي، لكن بالحقيقة ما راح تجون تشوفون يعني بالتفاصيل مال التنفس الخلوي، راح تشوفون انه هو مو تنفس، هو مجرد عملية تحطيم لمواد معينة. زين، هو مجرد عملية تحطيم لمواد معينة، لكن احنا سميناه تنفس لانه راح يكون خلال هاي العملية اكو ايج واكو اكسجين واكو كربون واكو نفس الوقت يعني هو CO2. زين، فسميناها احنا cellular respiration، اللي هم قصد يعني هو قصده بيه بشكل عام انه العملية تكون اكثر تعقيدا، او عملية تكون يعني مركزة بشكل عام، اللي هي عملية تحطيم المواد الغذائية. يعني انا من اقول cellular respiration اقصد بيها عملية التحطيم مع المواد الغذائية، وبالاخص اللي هي منو؟ اللي هي جلوكوز. بالاخص اللي هو منو؟ اللي هو الجلوكوز. فمن يقول cellular respiration شنو معناه؟ فنبدي هسه نحكي عن الشغلات المكتوبة، انه هو is done by breaking down glucose molecules or protein or fat. يعني هي هذه العملية، عملية التنفس الخلوي، راح تتم بواسطة شنو؟ بواسطة عملية تحطيم الجلوكوز، او عملية تحطيم البروتينات، او عملية تحطيم الدهون، جزيئات الجلوكوز او جزيئات البروتينات او جزيئات الدهون. فلما انا اقول شنو cellular respiration اقصد بها عملية تحطيم. cellular respiration معناها شنو؟ معناها عملية تحطيم المواد الغذائية. يعني هسه أنا كده لفة مال الفلافل، نح نرجع على هذا المثال نفسه، تحتوي على الجلوكوز، يقول لك هذا الجلوكوز أو بروتينات أو دهون أو ثلاثتهم سوا، يقول لك هذه راح يتم تحليلها، يعني العفو الهضم مالتها بشكل عام، وخلص وصلت للأمعاء وبعدين صارت فضلات وانطرحت. لكن بعدين المواد الغذائية اللي تحللت لفة الفلافل صارت لك جلوكوز وصارت بروتينات وصارت دهون، هاي وين راح تروح؟ من راح يستهلكها؟ المن تنتز الناتج مالتهم او الناتج مال عملية التحليل مالها، ايش راح يصير من عندها ووين راح يندز؟ هاي التفاصيل كلها راح تقوم بها الخلايا. من راح يقوم بها؟ راح تقوم بها الخلايا. فعندنا cellular respiration يعني هو نفس الوقت هو عملية تحطيم وعملية تنفس. عملية تحطيم لأنه جاي تتحطم هاي المواد الأساسية اللي هي جلوكوز وبروتينات ودهون، وعملية تنفس لأنه جاي ينتج من عندها CO2 وكربون، عفوا CO2 وأكسجين وهيدروجين.
لأنه هذول الثلاث مكونات جاي ينتجون من أثناء عملية تحليل هاي المواد. زين، فإحنا ما نعقدها على روحنا. عندنا هسه التنفس الخلوي. شنو التنفس الخلوي؟ يقصد بها هي العملية اللي راح تتضمن شنو؟ تتضمن عملية تحطيم جزيئات الجلوكوز أو جزيئات البروتينات أو جزيئات الدهون. هاي إيش راح يسوي؟ راح يحطمها هاي المواد ويحولها إلى مواد أنا استهلكها وين؟ داخل الخلية من اسمها سيلولر. يعني هذا الحكي راح احكيه كله راح يصير بالخليه نفسها، الخليه اللي هي عباره عن اي جي وعباره عن نواه وسيتوبلازم، هو راح يصير بها هاي العمليه اللي هو عمليه تحطيم المواد الغذائيه. يقول لك هاي العمليه ما راح تتم بشكل عام، يعني ماكو شيء يصير لقبل الا يتم عن طريق ستيبس اللي هي خطوات. فعندي ثلاث خطوات اني راح توضح لي وتفصل لي. شو توضح لي وتفصل لي؟ تفصل لي وتوضح لي عمليه التنفس الخلوي او عمليه تحطيم المواد الغذائيه مثل الجلوكوز. واليوم احنا راح نحكي عن الجلوكوز اكثر شيء. زين، حكينا راح يكون كله عن الجلوكوز. فشنو راح يكون عندي؟ راح يكون عندي ثلاث خطوات اللي هي شنو؟ اول وحده الجلايكوليسيس اللي هو عمليه تحطيم السكريات. الجلايكوليسيس عمليه تحطيم السكريات. ثاني وحده الكريبس سايكل. هسه حتقول ها انت هسه انت عرفت، احنا عرفنا انت جاي تربط، جاي تربط هاي العمليه اللي احنا ما ماخذيها ويا الكريبس سايكل حتى تفهمون شنو هي الكريبس سايكل. الكريبس سايكل او دوره الكريب هي تعتبر شنو؟ هي تعتبر خطوة أو جزء من أجزاء التنفس الخلوي اللي يضمن تحطيم الجلوكوز. زين، اللي جزء من أجزاء التنفس الخلوي اللي يضمن تحطيم الجلوكوز. وآخر شيء عندي اللي هو إلكترون ترانسبورت تشين اللي هو سلسلة نقل الإلكترونات. بعدين راح نحكي عن هاي النقطة رقم 3. فأنا اليوم حتى أشرح لكم الكريبس سايكل لازم أشرح لكم العملية قبلها وأشرح لكم الكريبس سايكل. زين، يعني حتى رقم 3 مو شرط انه اشرحها بالتفصيل. انا شارح رقم 1 ورقم 2 بالتفصيل لانه رقم 1 يعتبر هو البدايه اول خطوه واكو ربط بينه وبين رقم 2 فاشرحها هو واشرح رقم 2. هسه احنا عرفنا الكلايكوليسيس اللي هو عمليه تحطيم شنو؟ عمليه تحطيم الجلوكوز. خلينا نجي على عمليه تحطيم الجلوكوز اللي هو كلايكوليسيس. بالمناسبه مصطلح الكلايكوليسيس احنا مو اول مره يمر علينا، احنا ماخذين كوما خاصه بالمحاضره الخامسه مر علينا كوما كلايكوليسيس. يقول لك هذا الكلايكوليسيس هو شنو؟ بالعربي هو عملية تحطيم السكريات. عملية تحطيم السكريات، عملية تحطيم السكريات. يقول لك first ببداية أو يعتبر هو شنو؟ هو first stage اللي هو الخطوة الأولى أو المرحلة الأولى بالتنفس الخلوي. الأول مرحلة بعملية التنفس الخلوي باعوا من أقول لكم تنفس خلوي؟ قولوا لي من أقول لكم تنفس خلوي؟ قولوا لي تحطيم مواد غذائية. تنفس خلوي، تحطيم مواد غذائية. اول خطوه بعمليه التنفس الخلوي راح يتضمن هذه العمليه شنو؟ راح تتضمن او يضمن هاي العمل تتضمن هاي العمليه تحطيم ماده الجلوكوز اللي هو السكريات. يعني السكريات راح تندز للخلايا. احنا تذكرون قلنا انه السكريات جزء منها راح يتم او ينهضم بواسطه الكبد والجزء الاعظم او الاكبر راح يندز للخلايا او للانسجه. زين، فيقول لك الخلايا من راح يوصلها الجلوكوز هي راح تسوي عن بيها تحطيم. زين، يقول لك الكلايكوليسيس هو بروسيس، هي عمليه تحتاج 2 اي تي بي حتى تشتغل. احنا شو عندنا جهاز مثلا كمثال السياره مال ريموت، انت شلون تشغلها؟ انت تشغلها انه تخلي لها بطاريه، مو صحيح؟ نفس الحاله هنا. يقول لك هاي العمليه راح تشتغل عن طريق انه او هي راح تحتاج 2 اي تي بي حتى تشتغل. زين، احنا شبهنا هاي العمليه بالسياره والريموت. السياره والريموت حتى تشغلها ايش تحتاج؟ تحتاج بطاريات، خليت لها بطاريات اللي هي 2 اي تي بي، بعدين قامت تشتغل، مو صحيح؟ قمت انه تقدر ايش تسوي يعني بهالحاله ورا ما شغلتها شنو تقدر تسوي؟ تقدر انه تخليها تتحرك من مكان الى مكان اخر او تحملها اغراض وتدزها غير مكان. هي هاي السياره الصغيره نفس الحاله هنا. فانت بالسياره مال ريموت انطيتها بطاريتين وخليتها انطيتها بطاريتين وشغلتها، مو بالتالي هي ايش سوت لك؟ اخذت لك اغراض ودزتها غير مكان، يعني صرفت طاقه اكثر. فيقول لك هاي العمليه تحتاج 2 اي تي بي حتى تشتغل. اي تي بي هو مكان او المصدر الاساسي للطاقه. فيقول لك هاي العمليه تحتاج 2 اي تي بي حتى تشتغل وبالتالي راح تنطيك 4 اي تي بي. زين، يعني هي تنطيها 2 وتشتغل تصير 4. هاي التفاصيل اللي تخص الكلايكوليسيس بشكل عام. زين، الكلايكوليسيس عمليه تحطيم السكريات. خلينا نشوف هنا شنو عندنا بهذا الصفحه اللي قدامنا. اول شيء عندنا الكلايكوليسيس وين راح تحصل؟ راح تحصل في السيتوبلازم. الكلايكوليسيس وين يحصل؟ يحصل بالسيتوبلازم. يعني عندنا هاي الخليه، عندنا فرضا
عندنا هاي الخلية وهاي النواة مالتها. زين ايش راح يصير بيها؟ راح يصير بيها سيلولار ريسبيريشن، تنفس خلوي. من اقول لكم تنفس خلوي شو تقولوا لي؟ تقولوا لي تحطين مواد غذائيه. دخلت لها جلوكوزات، سكريات. منين جتها؟ جتها من الليفر، جتها من الكبد، لان هو الكبد هو دزها. زين يعني هو الكبد دزها منه، دزها للدم، يعني خلاها بيت الدم والدم هو وصل لها هي. فنقدر نقول ليفر، نقدر نقول بلود. دخلت السكريات للجسم، العفو للخلية. زين هاي السكريات ايش راح يصير بيها؟ اول شيء راح تفوت للسيتوبلازم. زين اول شيء راح تفوت لمن؟ راح تفوت لهاي المنطقه اللي هي سيتوبلازم. راح تشتغل هنا، تشتغل تكمل العمليه، وراها تنتقل لغير مكان بعدين نحكي بيه. فاول شيء شنو؟ راح اول عمليه اللي هي الكلايكوليسيس راح تحصل في سيتوبلازم. وين راح تحصل؟ بالسيتوبلازم. يعني هاي الجزيئات اللي هي راح اخليها باللون الاحمر راح تجي هنا ويعني نفككها ونحللها بالسيتوبلازم. زين فيقول لك اني راح احكي، دا احكي عن شنو؟ دا احكي عن السكريات. زين يقول لك السكريات نعطيك اياها على انه هي تحتوي على 6 ذرات من الكربون. ليش 6 ذرات من الكربون؟ لانه الكلايكوليسيس من اسمها عمليه تحطيم الجلوكوز، مو صحيح؟ عمليه تحطيم الجلوكوز، واحنا نعرف انه الجلوكوز يتكون من 6 ذرات من الكربون اللي هو المات الفورما شنو؟ C6H12O6. هذا شنو؟ هذا الصيغة الكيميائية مالك لايك الجلوكوز. فبالتالي احنا ايش نحتاج؟ نحتاج بس الكربون، لان احنا نشتغل بس بالكربون. فناخذ بس الكربون اللي هو شنو؟ راح يكون به 6 كربون. فايش سوينا؟ هاي اول كربونه، هاي ثاني كربونه، ثالث كربونه، رابع كربونه، خامس كربونه، سادس كربونه. زين هسه انا عندي هذا الجلوكوز، دخل وين؟ دخل للخليه. هسه هو من صار لك هنا احنا فتنا للخليه، هذا جدار من الخليه. هسه احنا بلشنا من الخليه او بلشنا بالعمليه مال الكلايكوليسيس. يقول لك اني حتى ابلش هذا احطمه الجلوكوز شو احتاج؟ قلت لكم اني راح نحتاج 2 اي تي بي. اذا راح ناخذ 2 اي تي بي حتى نحطم هذا الجلوكوز. اول تحطيم له ايش راح نحطمه؟ راح نحطمه الى 3 جزيئات من السي، يعني هو مو 6 صار لك 3 بثلاثة. هو مو 6 ايش صار لك؟ صار 3 بثلاثة، يعني صار 3 بثلاثة. ثلاث ذرات كربون، ثلاث ذرات كربون، ولكن هاي ذرات الكربون ايش تحتوي؟ تحتوي على ذرة فسفور. هسه واحد يسألني يقول لي منين جت ذرة فسفور؟ هم كانوا ثلاث ستة صاروا ثلاثة بثلاث، منين جتي؟ أقول لك هذا احنا مو قلنا راح نحتاج أي تي بي، مو راح نحتاج 2 أي تي بي. أي تي بي هنا تنحط وأي تي بي هنا تنحط، فهاي البي تجي يم هذه وهاي البي تجي يم هذه، عرفت شلون؟ يعني احنا مو 2 أي تي بي، راح ننطي بي وحدة المن لأول جزيئة، والبي الثانية ننطيها ثاني جزيئة، فيصل لك سي ثلاثة سي وياها أكو بي اللي هو الفوسفور. طبعا اللي هو شنو؟ اللي هو الفوسفور. زين صار عندك ثلاثة سي وحدة بي، شو يسموه هذا المركب؟ يسموه بايروفيت. زين أو البايروفيك أسيد، يعني هي البيروفيت، البيروفيت يترجموه يسموه بيروفيت اللي هو البايروفيت اسمها، يعني ثلاثة سي اسمها بايروفيت. زين هسه صار عندنا احنا شنو؟ حطمناها من 6 الى 3 سي وانطينا اي تي بي لكل وحده، فصار عندك بي وياها شنو؟ وياها 3 سي. زين هسه راح ننتقل الى مرحله وراها. هسه احنا انطينا 2 اي تي بي، شغلنا السياره من الريموت. زين هسه احنا ننتظر انه السياره من الريموت احنا شغلناها حتى شنو نسوي بها؟ حتى ندز بها اغراض مثلا من المطبخ للغرفه، او من الغرفه للاستقبال ندز بها اغراض. انا ما بي احد، ما اريد اقوم. زين فشغل سيارة من الريموت وخليها هي تروح توصل لي هذه الغرف. فراح نسميها هاي العملية ايش راح نسميها؟ او هاي المرحلة راح نسميها مرحلة رد الدين. زين باي اوف. اني شغلتها هسه، اني شغلتك خلينا ناخذ غير مثال. انت شفت واحد فقير، انطيته 5000، قلت له تروح تشتري بيها اغراض وتروح تتاجر بيها. اخذ هاي ال 5000 اشتغل بيها، جمع 10000، بعدين يشتغل جمع 20000، وراها صار عنده 50000. بعدين من يجي عليك يقول لك هسه حان وقت رد الدين، انت اعطيتني 5000، انا المفروض اني راح ارجع لك اياها اكثر، راح ارجع لك اياها 20000. زين ليش؟ هو يعني هو كان يقدر يرجع 5، لكن هو كرم من عنده انه انطاك فوقها. ليش؟ لانه انت بلشت بيه، لو ما انت ما كان هو يصير عنده 50000. نفس المثال هنا.
فما نطولها. ان انا راح من راح يشتغل هذا، من راح يرد الدين، ايش راح يسوي لك؟ راح ينتج لك 2 اي تي بي. هذه الوحده اللي هي 3 سي او بي راح تنتج لك 2 اي تي بي، وهاي اللخ هم تنتج لك 2 اي تي بي. هاي اول عمليه انتاج، يعني اول شيء انطتك 5000 زين، وش انطتك وراها؟ انطتك وراها ان اي دي ايج. شنو هو الان اي دي ايج؟ الان اي دي ايج بالمناسبه شوفوا، هو الان اي دي هو بالاصل ان اي دي مولكيول. الان اي دي ركزوا وياي، الان اي دي ركزوا وياي كلش زين. الان اي دي هو عباره عن مثل الناقله زين، مثل الناقل. طبعا هو الان اي دي كوانزيم انزيم مساعد، يعتبر مثل الناقل. شنو وظيفته؟ راح يحمل لك الكترونات زين، راح يحمل لك الكترونات ويروح يدزها الاخر مرحله اللي هي الكترون ترانسبورت تشين. راح يحمل لك الكترونات وين يدزهن؟ يدزهن لهاي المرحله، اخر مرحله. هنا ايش راح يسوي؟ هاي الالكترونات تتجمع تكون لك طاقه اللي هي اي تي بي زين. راح تتجمع او شو تكون لك؟ راح تكون لك طاقه زين، تكون لك طاقه. وش يصير بعدين؟ وانت راح تستفاد يعني هنا من هذول النواقل من ياخذون الكترونات ويدزوها للمرحله الثالثه اللي هي اخر مكان اللي هي مال تصدير، يعني مال تصدير مال غذاء، خلينا نعتبر مثل مصنع. من راح يدزوها لهذا المكان؟ بعد منك هذا المكان هو راح يدزها للعضلات. يعني احنا بدنا نتحرك بفضل هاي الناقلات، احنا بدنا نتحرك هسه بدنا نمارس حياتنا بفضل هاي الناقلات اللي هي ان اي دي. ايش بيها هاي الان اي دي؟ هاي الان اي دي عباره مثل السياره، تركب ركاب وتروح المكان زين. هسه مثلا انا اريد اروح مثلا للنجف، اخذت جماعه اصدقائي، رحت على اول شيء اخذت سيارتي ورحت على اول مكان، شلت اول واحد او اول صديق، وراها رحت على غير منطقه جبت ثاني صديق، وراها ثالث صديق زين. قبطت السيارة وين ننتقل بيها؟ ننتقل وراها للنجف او الكربلة كمثال يعني. نفس الحال هنا، فيقول لك هاي الجزيئة ايش بيها؟ راح تجي هنا هذا الجلوكوز، العفو هذا البايروفيت ايش راح يسوي؟ يقول لها تعاي، انت مو انطيتني 2 اي تي بي، اوكي انا راح اجيبك سيارة تخليك تتنقل لغير مكان. فجابت السيارة وانطتها شنو؟ انطتها ايج اللي هو الكترون زين، انطتها ايج وصارت ان اي دي ايج. وهنا همت ان اي دي اج نفس الحاله، وبعدين صارت سي سي سي. يعني شنو يعني هذا البي كله انطاك هاي السوالف كلها اللي هو بس هذا البي اللي شوف انت انطيته بي وحده وخليته يتفعل، باعش قد انطاك شغلات 2 اي تي بي وانطاك ان اي دي اج زين. هسه كمحصل اني شنو المحصله مالتي؟ اني لما بلشت العمليه ايش كان عندي؟ كان عندي جلوكوز متكون من 6 ذرات من الكربون، مو صح؟ هذا هو الجلوكوز، هذني 6 ذرات كربون. هاي اول ما بلشت العمليه زين. من بلشت العمليه كان عندي سيارتين اني اللي هو 2 ان اي دي، كان عندي شنو؟ كان عندي سيارتين اللي هم اي هذول زين، وكان عندي اي 2 اي تي بي. يعني اني انطيت 2 اي تي بي زين، اني مو انطيت 2 اي تي بي بعدين رد الدين، فانا يعتبر هاي خساره لان دا انطي، فيعتبر شنو؟ هذه تعتبر خساره. وال2 ان اي دي هي السيارات اللي راح تنقل، كانوا ان اي دي، كانوا الان اي دي معناها سياره فارغه، ان اي دي اج معناها سياره بها ركاب. الان اي دي سياره فارغه والان اي دي اج سياره بها ركاب زين. هسه اني هاي الشغلات اللي اني خسرتها، هاي شغلات اللي اني خساره زين. خلينا نشوف الربح شنو هو الربح. الربح انه هاي الست ايش صارت لي؟ صارت لي جزيئتين 3 سي. هاي 3 سي، هاي 3 سي، هاي 3 سي. بعد شنو ربحته؟ السيارتين قبطوا زين، السيارات قبطوا زين. يعني هو هذا الصديق اللي كان فقير انطاني فلوس وانطاني سياره وقال لي روح الكربلاء زور. وبعد شنو؟ انه هاي 2 اي تي بي، اني انطيت 2 اي تي بي، هو رجع لي 4 اي تي بي. يعني ايش قد المحصله؟ المحصله نقول 4 ناقص 2 ويساوي لك 2 اللي هو محصله الاي تي بي. يعني اني ربحت 2 اني وقاعد ببيتي، انا كان عندي 2000 دينار انطيتهم لواحد قلت له روح اشتغل بيهم، راح اشتغل رجع لي اياهم بنهايه اليوم 4000. نفس الحاله هنا، فالربح اني يعتبر 4000 لو ايش قد؟ يعتبر 2000 لانه اني انطيتها 2000 من الصبح، فالربح صار 2000 بس. هاي الشغلات اللي ربحتها والشغلات اللي خسرتها زين. هذا الحكي كله مجرد مقدمه للحكي مالتنا. هسه راح نبلش بالكريبس سايكل اللي هو دوره كريبس. ايش بيها دوره كريبس؟ دوره كريبس بالمناسبه تعتبر هي الخطوه الثانيه او المرحله الثانيه وقبل الاخيره بالنسبه للتنفس الخلوي او عمليه تحطيم الجلوكوز.
ايش بيها؟ يقول لك هاي وين راح تحصل؟ انا قلت لكم اول ما بلشت انه الكلايكوليزيس راح يصير بالسيتوبلازم، وهذا الكريبس سايكل راح يصير بالميتوكوندريا، راح يصير هذا بالميتوكوندريا. يعني نرجع على الخليه، هنا أنا عندي أول شيء دخلت الجلوكوز أو دخلت السكريات للسيتوبلازم، من دخلت للسيتوبلازم مرت بيا عملية، مرت عملية الكلايكوليسز. زين من مرت عملية الكلايكوليسز تحطمت، ايش صارت لي؟ صارت ثلاثة سي. زين هسه احنا شرحنا، صارنا ساعة، صارت ثلاثة سي. زين هاي ثلاثة سي استعدت انه وين تدخل؟ هسه راح تدخل وين؟ للميتوكوندريا. زين هاي الميتوكوندريا اجتني هذه الذرات مال شو اسمه مال هذا الثلاثة سي، وين راح تدخل؟ راح تدخل للميتوكوندريا. هسه احنا عبرنا من سيتوبلازم دخلنا على عضية. هسه شنو؟ هسه هي يعني كبرت وصار عندها بيت وقعدت بهذا البيت سكنت بيه. زين خلنا نرسمها هنا يعني حتى اوضح لكم اكثر بعد هذه ال شو اسمه. هاي شنو هذه؟ هاي يسموها كريستا، اللي هي شنو اللي يعني شوي رسمي مو كلش واضح. طبعا رسمتها ضاع هنا، يمكن راسمها بالملف مو، لا والله ما راسمها، انا قبل شوي رسمتها على مسودة كانت هواي احلى من هاي، بس عموما مو اشكال. هذه شنو؟ هاي احنا الميتوكوندريا مالتنا. زين هذه شنو؟ هذه اللي هي الميتوكوندريا، هذا اللي هو اسود يعتبر الطيه الثانويه اللي هي الكريستا، انتم اكيد تعرفوها يسموها الطيه الثانويه، سواء ماخذيها بالمتوسطة أو مرت علينا هسه، يعني العفو بالإعدادية أو مرت علينا حاليا، ما أدري والله، يعني أقصد بالطبية ما متأكد، بس أتوقع هي مرة علينا يعني هاي الكريستا. عموما هاي نانا، يعني ما راح نحتاج إحنا الرسم، بس ده مجرد أنه أوضح لكم أنه راح يصير بالميتوكوندريا، ومجرد استراحة لي. زين هسه هاي وين؟ هاي هسه هو دخل الميتوكوندريا. يقول لك بالميتوكوندريا اكو شغله، طبعا نسيت اقول لكم اياها، انه الكلايكوليسز ايش بيه؟ عمليه تحطيم الجلوكوز تحتاج، مو شرط تحتاج اكسجين، يعني ممكن انه تصير باكسجين وممكن انه تصير بدون اكسجين، ممكن انه تصير اكسجين او ممكن تصير بدون اكسجين. فيسموها شنو هذه؟ يسموها هاي العمليه ان ايروبيك، يعني لا هوائيه، يعني ممكن انه يعني اذا اكو هواء مو اشكال، واذا ماكو هواء عادي اشتغل. يعني الكريبس سايكل لا عنودية، يقول لك لا اني ريكوايرز او 2. زين انا اريد او 2، ما علي اذا ما كو 2 ما اشتغل اني الا او 2. فيقول لك راح تكون هاي العملية شنو؟ راح تكون ايروبيك اللي هو تكون هوائية، بينما كلايكوليسز راح تكون لا هوائية. وراها يقول لك البايروفيت اللي هي 3 سي اللي هي تم انتاجها خلال عملية الكلايكوليسز، يقول لك يجب انه تستعد حتى تدخل لدورة كريبس. يعني شنو؟ يعني شلون واحد اجى من الشارع كان راكب بالسيارة وقف يم الباب بعدين يدخل على البيت يعني مال الخطارة وكذا، راسا يدخل له شو يسوي؟ يعدل ملابسه، ينزع حذائه، ايش اسمه، يعدل قميصه، يرفع بنطلونه، يعدل شعره، شوف شلون. زين فيقول لك الباروفيت قبل ما تدخل للبيت لازم تستعد، انه يعني لازم يعني تحضر روحها قبل ما تدخل. زين شنو هاي التحضيرات مالتها؟ هسه راح نشوف شنو هاي التحضيرات مالتها، بس احنا نعرف بس احنا نخلي بالنا انه هي لازم تتحضر، اذا ما تتحضر ما تقدر تدخل للبيت، الا تتحضر يلا تدخل. زين وهذا يقول لك preparation is البريبريشن، ها البريبريشن اللي هو التحضير راح يتم بواسطه اوكسيديشن اللي هو اكسده، يعني راح اكسده يلا ادخلها. واحد كان واقف برا دخل للخطار دق الباب وانتظر، عدى ملابسه، عدى مطرونه، عدى قميصه، رفع على هذه، زين صعد السحاب، ما ادري شنو من اي سوالف، قفل السياره، هاي تحضر. هاي العمليه يسموها اوكسيديشن، هذا هسه ديمور هذا الرجال عمليه اوكسيديشن، فتحوا الباب ودخل للخطار. زين هسه خلينا نشوف دورة كريبس ايش يصير بها. هاي هنا هذا يفيدنا الحكي، ليش يفيدنا الحكي؟ لانه راح نلقيه بالمحاضره، راح نلقيه بالمحاضره اللي هسه من نخلص هذا الملف راح نروح عليها نبلش. احنا لحد الان 22 دقيقه وبعدنا ما مبلشين، بس راح نمشي مشي كلش سريع لانه وضحت لكم اني كل الاساسيات. فبعد هسه من تقروها، من راح ترجعون على المحاضره، راح تشوفون انه كل شيء عباره عن كلاوات المحاضره. زين هسه اني من خلص لي الكلايكوليسز، سوالي 3 سي، كانت 6 سي، مو سوالي اياها 3 سي. يقول لك هاي 3 سي هسه راح نبدي نشتغل بيها، لازم شو تسوي لها؟ لازم تسوي لها تحضرها، يعني واحد واقف يم الباب، هذا الباب مال البيت وهذا واحد واقف يمه.
زين، فلازم تمر بعمليه تحضير، هذه عمليه التحضير اللي هي اوكسيديشن، فهذه ما تعتبر هي من ضمن عمليه الكريبس. ليش ما تعتبر من ضمن عمليه الكريبس؟ لانه هي تعتبر عمليه تحضير فقط، فكريبس تبلش من نانا، من نانا تبلش كريبس زين، وهذه عمليه تحضير، هاي عمليه تحضير فقط. زين حضرناها ايش سويناها؟ اكسدناها، هاي 3 سي اكسدناها. اكسدناها ايش سويناها؟ سويناها سي او اي اللي هو اللي هو اللي هو المركب اللي احنا مرعين هواي بالمحاضرات اللي راحت. السي او اي شنو هو؟ السي او اي هو عباره عن عن جزيئه بارافيت تمت اكسدتها، عباره عن جزيئه بارافيت تمت اكسدتها، وهذه لها اسم السي او اي، يعني هي مو هيك، مو ما لها ما كل شيء طالع من زرف الحائط، لها اسم. شنو هو؟ اللي هو الاسيتل جروب، اسمها الاسيتل جروب. انا كاتب لكم اياها هنا بس راح اكبرها اكثر شويه. الاسيتل جروب هنا شوفوا يسموها الاسيتل، فكل ما يجيكم اسيتل جروب، الاسيتل جروب تقولوا له هو عباره عن سي او اي. اسيتل جروب، اسيتل جروب هو عمليه اوكسيديشن للثلاثة سي. هسه انا اكسدتها مو صحيح، اكسدتها واكسدت الثلاثة سي، الثلاثة سي اكسدناها وكملناها وحضرناها. هسه راح فتحوا الباب وراح يدخلون الناس. دخل واحد للبيت، هذا يقول لك اني لما تحضر وصار عندي الاسيتل جروب، يقول لك راح يدخل له انزيم مساعد او حامض مساعد، راح يدخل ويا هذا، يعني هو مو يعني شلون هو وامه دخلوا. زين واحد رايح خطاب دا يخطب هو وامه، فوصلوا لهذه دقوا الجرس، هو عد ملابسه وهي عدت ملابسها، هي دخلت او لا هو عد ملابسه وجهز روحه، بس هي لا، لانه هو يعني بس لابسه عبايه ولابسه شوف شنو، فما تحتاج تحضر روحه، هي اصلا معدل روحه الحجيه، بس هو لازم يعدل روحه حتى يروح يعني يشوف خطيبته او يروح يخطب. بس امه شنو؟ امه اللي هي الاكزالو اسيتيك، الاكزالو اسيتيك اسيد، امه من هي؟ امه حامض الاكزالو اسيتيك. زين هذه ام العريس، اسمها اكزالو اسيتيك، اكزالو اسيتيك جروب. طبعا هذا راح يمر علينا، فلهذا انا خليته. الاكزالو اسيتيك جروب الاميه يشبيها متكونه من اربع ذرات من السي، اربع ذرات من السي زين، يعني سي 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 سي، هاي الاميه الحجيه متكونه من اربع ذرات من السي، هاي ما تحتاج تعدل روحها، هي جاهزه راس انت تدخل على البيت، بس العريس شبيه لا لازم يعدل روحها والقاط والرباط ومدري شنو على ما يدخل للعروسه. زين هسه شنو؟ الاميه دخلت والابن دخل، هو تحضر والاميه داخله قبل. زين دخلوا وكونوا اثنينهم سي او اي، نفس الوقت دخلوا السي او اي، اثنينهم يتحدون يكونون سي او اي. زين هنا أنا دقيقه العفو لحظه، هنا أنا ثلاثة سي، الثلاثة سي العريس هو اللي جهز وصار سي او اي، العريس ايش صار؟ صار سي او اي، والاميه دخلت للسي او اي. زين هنا شويه وين الحكي صارت خربطه، الاكزالو اسيتيك ويا ما دخل، دخل ويا سي او اي، الاميه دخلت ويا سي او اي، يعني ابنها كانت 3 سي صار سي او اي، اللي هو شنو؟ متكون من ذرتين من الكربون، يعني عباره عن جزيئي متكون من ذرتين كربون اللي هو الاسيتال جروب، والاميه 4 4 زائد 2 راح يكون لك 6 كربون، لان هم اثنين هم فكونوا لك 6 كربون. اثنين جتي من السي او اي من العريس، واربعة جتي من الاماية، اربعة زائد اثنين صار لك ستة سي اللي هو ستريك اسيد. يعني شنو؟ يعني البارافيت تمت اكسدتها الى سي او اي اللي هو اسيتال جروب، واندمجت مع الاوكزالو اسيتيك اسيد وكونت لك ستريك اسيد مكون من ستة ذرات من الكربون. زين ستريك اسيد راح يبقى؟ لا ما يبقى، هو وامه خطبه وكملوا وقروا الفاتحة، بعد هم يباتون بيت لها، لا لازم يطلعون، فطلعوا من البيت. زين طلعوا من شنو؟ طلعوا من البيت. بس طلعوا من البيت وين راح يروحون؟ راح يروحون يرجعون لبيتهم، يرجعون لبيتهم، بس هنا باعوا شوي يعني المثال ما راح ينطبق، المثال يخلص للستريك اسيد، يعني انتم احفظوها انه راح يرجع، فرجع وين؟ راح يرجع لبيته، بس هنا الستريك اسيد يعني بشكل حتى نحكي بشكل علمي كافي نمثل، الستريك اسيد وين راح يرجع؟ راح يرجع يتكون اكزالو اسيتيك. زين هسه تقول لي عاد هو ليش تتكون؟ هو ليش تتكون حتى يرجع مرة الأخ؟ أقول لك هو تكون حتى يكون، تكون حتى ينطيك NADH وينطيك ATB وينطيك FADH2 ويرجع يصير أكزالو أسيتيك ويرجع يتحد مع COA غيرها ويصير أسيتريك أسيد ويرجع مرة الأخ ينطيك. فأني الهوسة هاي كلها شريد من عندها، أنا الهوسة كلها أحتاج إيه هذول، بس هذول الجوكر ماتي،
هذول المكونات هم الجوكر ماتي اللي انا احتاجهم. انا شو اسخن انه دا انا دا اسوي كريب سايكل؟ شو اسوي بيها؟ ما احتاجها. انا اللي احتاج من الكريب سايكل هو الطاقه والطاقه اللي هي الاي تي بي، وانه السيارات ما تتقبط وكلها تروح للالكترون ترانسبورت تشين، المرحله الثالثه اللي راح ينطيني بعد اي تي بي اكثر واكثر واكثر حتى اني اتحرك واروح وامارس حياتي اليوميه. فسنعيدها على السريع. عندي شنو؟ عندي 3 ذرات من الكربون تمت اكسدتها الى ذرتين من الكربون. الذرتين من الكربون شو راح اسميها؟ راح اسميها بالاسيتيل جروب. هاي الاسيتيل جروب اللي هو العريس ويا من دخل ويا امه منيه اللي هي اكزالو اسيتيك جروب اللي هو 4 سي. دخلوا اثنينهم كونوا شنو؟ كونوا ستريك اسيد اللي هو 6 سي اللي هو جاي من 4 زائد 2. وراح ينطر وراها شنو؟ راح يتحول لك هذا ستريك اسيد الى اكزالو اسيتيك وينطيك اثنين اي دي اتش واي تي بي وينطيني اف اي دي اتش. والاف اي دي هو يشبه الان اي دي بس اكو اختلاف يعني بالتركيب شويه. الاف اي دي ياخذ لك اثنين الاثنين اتش، هو باعه هنا هو اف اي دي اتش 2 اف اي دي اتش 2. وهذاك شنو؟ هذاك ان اي دي ان اي دي اتش. هذا ياخذ لك اتش وحده، هذا ياخذ لك شنو؟ راح ياخذ لك اثنين اتش. وهسه خلصت عندي العمليه كلها. فاني شرحت لكم شنو هو السيلولار ريسبيريشن، وشرحت لكم شنو كلايكوليسيس، وشرحت لكم الكريبس سايكل. بعدين هذني السيارات اللي هن ان اي دي. شوفوا دقيقه، اكو شغله قبل معسر يعني اوضحها. هسه انا المحصله مال الكلايكوليسيس شنو؟ صار عندي اثنين ان اي دي، صح لو غلط؟ صح، اثنين ان اي دي اتش. زين بالكريبس سايكل، طبعا الكريبس سايكل هنا راح تصير، احنا مو اني مو قلنا راح يصير عندي هنا جزئيتين من باروفيت وحده اثنين، كل وحده من هذول يمرون بهاي العمليه، كل وحده من هذول يمرون بهاي العمليه هي الكريبس سايكل. فبالتالي اذا ينطيني اني هنا ان اي دي اج، هو بالحقيقه ايش قد منطيني؟ هو بالحقيقه منطيني اثنين ان اي دي اج. زين هو بالحقيقه ايش قد منطيني؟ منطيني اثنين ان اي دي اج. باعه هو هو المساله مو بهالتعقيد، يعني هو ايش قد هسه معقده، هي بعد اكثر تعقيد. اني بالجلايكوليسيس اخذ اثنين ان اي دي اج محصله. زين وبالكريبس سايكل راح اخذ ايش قد؟ راح اخذ 6 ان اي دي اج محصله. زين هاي محصلة كاملة 2 ان اي دي 6 ان اي دي اتش، وراح اخذ من نفسها اللي هي الكريبس سايكل. ايش قد راح اخذ من عندها؟ دقيقة، الكريبس سايكل راح نخليها بهذا اللون اللي هو الاحمر. هسه اللي هي باللون هذا البنفسجي شنو هذه؟ كلايكوليسيس. باللون الاحمر هذه شو يسموها؟ كريبس سايكل. راح اخذ 6 ان اي دي اتش، وش راح اخذ بعد من عندها؟ راح اخذ من عندها 2 ان 2 اف اي دي اج 2. هذول كلهم سيارات. فش راح يصير عندي 6 7 8 9 10، راح يصير عندي 10 سيارات. ايش قد راح يصير عندي؟ راح يصير عندي 10 سيارات. هذني 10 سيارات وين يروحون؟ هذول كلهم يروحون للالكترون ترانسبورت تشين، ثلاثتهم يروحون للالكترون ترانسبورت تشين. هسه واحد يقول لي شنو هي الالكترون ترانسبورت تشين؟ اللي هي الاي تي سي. الاي تي سي هي المرحله الاخيره اللي هي مرحله تجميع اللي هي هاي كربلاء. هذه شنو هذه؟ كربلاء. او دقيقة اوف كربلاء، هذه افرضوها شنو؟ هاي افرضوها الزوراء، راحوا سفرة. زين هاي شنو هذه؟ الزوراء الالكترون ترانسبورت تشين. راح يجون هنا وكلهم السيارات تتفرغ وكلهم هنا يتونسون. خلصت هاي المحاضرة مالتي، خلصت الشرح مالتي. هسه ننتقل على المحاضرة الاصلية مالتنا، راح نمشي على السريع لانه هاني وضحت كل شيء بالتفصيل. زين هسه انا ارجع على المحاضرة مالتي. المحاضرة مالتي تبلش من هذه من هذا السلايد، يقول لك هذا الاوبجكتيفز. هنا يقول لك بستريك اسيد، راح نقراها على السريع، ركزوا وياي. زين راح نقراها على السريع، انا شرحت لكم بالتفصيل الشغله شنو هي، يعني كفكره عامه. يقول لك انه هذا الستريك اسيد سايكل او نسميها بكريبس سايكل. زين يقول لك هذه راح تشكل او راح هي مجموعه من السلاسل او مجموعه من التفاعلات. اذا اقول لكم، اذا انا قبل ما اشرح هذا اي نص ساعه، اذا اقول لكم او اقرا لكم مجموعه من التفاعلات ما راح تفهمون شنو هي، بس هسه فهمتوا شنو هاي التفاعلات الثلاثه اللي تكون مسؤوله عن عمليه الاكسده كامله لشنو؟ لبقايا الاسيتيل او الاسيتيل اللي هو السي او، يعني قصده بها بشكل عام راح يتم عمليه شو اسمه الاكسده مال السي او اي. عفوا هذه الفاينل كومن، عفوا اقصد بها انه انا شرحتها. بالفاينل كومن باث واي
زين، بالممر الاخير اللي هو الشهير اللي هو الكترون ترانسبورت تشين، اللي هو شنو، اللي هو الزوراء، ايش راح يصير هناك؟ يعتبر هذا المكان الاخير هو المكان اللي راح تكمل بيه عمليه تحطيم الكربوهيدرات والدهون والبروتينات. زين ليش؟ لانه الجلوكوز والفاتي اسيدز واغلب الاحماض الامينيه راح تتايض وراح تتحول الى اسيتيل سي او اي، وراح تكون وسيطه لدوره الكريبس. يعني هنا انا شنو قلت لكم، انا راح يكون هو ممكن انه احطم بيه ليبت، ممكن احطم بيه بروتينز، ممكن كربوهيدرات. زين ليش؟ لانه هو ما موضح بالتفصيل، بس هو الاصل انه يعني راح تكون عندي طاقه كافيه حتى احطم هذول الجزيئات وهذول المواد الغذائيه. زين نقول لك خلال عمليه الاكسده مال الاسيتيل سي او اي، فانه الانزيمات المساعده اللي هو ان اي دي، اللي هي السيارات راح توديك للزوراء، راح يتم اختزالها، وبالتالي راح يتم اختزالها. اختزالها يعني شنو؟ يعني احولها من اف اي دي الى شنو؟ راح احولها الى اف اي دي اتش 2، يعني انطيها. زين انطيها، او ممكن احولها من ال NAD، احولها الى شنو؟ احولها الى NAD اج. زين وين هذي؟ راح يكون بالريسبيراتوري تشين اللي هو الاي تي سي، واضافه الى تشكيل الاي تي بي. انا بكل وحده من هذول العمليات الثلاثه، الاثنين طبعا اللي هم الاساسيات، لان الثالث هو محصله نهائيه. كل واحد من هذول الاثنين حكيت لكم ايش راح يتكون وايش راح ينتج. زين هسه نجي على الموقع، يقول لك انه الانزيمات مال تي سي اي، زين، او مال هاي الدوره راح تكون موجوده بالميتوكوندريا او بالماتريكس مال الميتوكوندريا، ما عدا الساكسينيت دي هيدروجينيز اللي هو راح يكون شنو، راح يكون منتسق بشكل قوي الى شو اسمه الاجزاء الداخليه مال الميتوكوندريا. زين وراح يقول لك انه الانزيمات مال تي سي اي راح تكون وين؟ راح تكون بتقارب كلش كبير، زين، الى منو؟ الانزيمات مال الريسبيراتوري تشين اللي هو سلسله تنفسيه، راح يكون هم متقاربات بالنوع مال الانزيمات. زين وراح يكمل هنا يقول انه هذه العمليات راح تحصل في اغلب الانسجه، ولكن الكبد هو النسيج الوحيد اللي which all occur to a significant extent. هو is the only tissue in which all occur to a significant extent، اللي الى امتداد معين او امتداد شو اسمه، ما افتهمت شنو قصده بهذا الموضوع، ولكن انه هاي العمليه راح تحصل في اغلب الانسجه، هذه العمليه راح تحصل في اغلب الانسجه بشكل عام. زين هسه نجي وراها، عندنا هنا اللي هو نقدر نعتبره اضطراب او مرض معين، خلينا نقرا ايش بيه. يقول لك اللي هو الهايبر امونيا. الهايبر امونيا ايش بيه؟ يقول لك هذا راح يحصل في كما هو الحال، او كما هو يعني هايبر امونيا قصده هنا از اوكرز، كما هو الذي يحصل في الليفر ديزيز، كما هو اللي يحصل في الليفر ديزيز، ولكن شرط انه يكون ادفانسد متطور. يعني واحد عنده مرض بالكبد مالته، اذا يطور هذا المرض مال الكبد مالته وما يعالجه ويوصل لمراحل متقدمه، راح يصير عنده الهايبر امونيا. زين يقول لك هذا راح يؤدي الى شنو؟ هذا الهايبر امونيا، العفو مو هايبر امونيا، هايبر امونيميا، الهايبر امونيميا، سوري الهايبر امونيميا، عم بالامونيا بس مخليها ام زايده. عموما هذا الهايبر امونيميا ايش راح يؤدي لك؟ راح يؤدي لك الى اللوز اوف كونشسنس، اللي هو راح يصير عندك فقدان بالوعي، يعني ممكن انه يغمى عليك وتوقع، وممكن يصير عندك كوما اللي هو ناقص بالكوما، يعني مثل غيبوبه. زين او كما او ممكن انه شو اسمه راح يصير عندك convulsions. الconvulsions هنا نقصد بها نفس الفاتيجز، الفاتيج اللي هو الاعياء العضلي، او هنا convulsions اللي هو التشنجات العضليه، يعني ممكن يصير عندك. زين اللي هو نتيجه اللي شنو؟ نتيجه للويكنس، اللي ضعف، او الويكند اكتيفيتي اللي هو الفعاليه الضعيفه او المتضاعفه مال منه، مال السيتريك اسيد سايكل. يعني انت اذا ستك اسيد سايكل مثلا عندك خلل بيها، هذا الشيء ممكن انه يسوي لك هايبر امونيميا. زين هايبر امونيميا، هذا الهايبر امونيميا راح تخليه يصير عندك لوز اوف كونشسنس، راح يصير عندك كوما، راح يصير عندك كونفولشنز، بسبب انه الفعاليه ما تجي يعني تقل، يعني يوم عن يوم او فتره عن فتره، وانت ما جاي تعالجها، خاصه اذا ما تعالجها هذا الشيء راح يعني يتطور اكثر. زين وبالتالي راح يؤدي الى شنو؟ نقصان انتاج الاي تي بي. انت بالتالي هنا الدوره ستريك اسيد سايكل، الكلايكوليسيس والالكترون ترانسبورت تشين هم المصدر الاساسي بعمليه انتاج الاي تي بي بالجسم كله، المصدر الاساسي.
المصدر الأساسي أو الموزع الأساسي. أنت إذا صار عندك بيها مشكلة راح يصير عندك مشكلة حقيقية وكبيرة وعظيمة بالاي تي بي وبالنسبة للحركة مالتك. إذا صار عندك اي تي بي نقص راح يصير عندك كوما اللي هو شو اسمه، أنه يصير عندك غيبوبة. الغيبوبة يعني معناها أنه جسمك ما بي أي طاقة، صفر من الطاقة. زين راح يصير عندك صفر من الطاقة فراح يصير عندك غيبوبة. عموما فيقول لك راح يصفر لك الـ ATP اللي هو يعتبر الممر الأساسي لإنتاج الـ ATP. الـ main pathway for ATP linked to oxidation of the blood vessels fuels. ها هنا اتوقع نقطة يعني يبلش غير حكي. هنا يقول لك انه الممر الاساسي لعملية انتاج الاي تي بي راح يكون مرتبط بعملية الاكسيدمال ميتابوليك فيولز اللي هو الوقود الايضي. يقول لي يعني شنو يعني الـ الغذاء اللي هو الجلوكوز جاي يوصل له. انت من يصير عندك مشكلة بالكبد، الكبد يعني على الاغلب ما راح يقدر بعد يودي لك جلوكوز للانسجة. مما راح يقدر يودي جلوكوز راح يصير عندك مشكلة بمادتك الخلايا، انه ما راح يصير بها ستك اسيد سايكل، فبالتالي هو شيء مرتبط بشيء. زين نكمل، راح يقول لك انه هاي العمليه راح تكون ايروبيك مثل ما قلت لكم، انه راح تحتاج الى الهواء، ووضحت لكم انه ليش تحتاج الى الهواء، ولكن عمليه الكلايكوليسيس ما راح تحتاج الى الهواء. زين نكمل، راح اعفكم من هذا الرسم لانه معقد، ويعني اغلب الحكي او معظم الحكي اني وضحت لكم اياه بالرسم الراحه ذيك المحاضره، او العفو بذيك بذاك البي دي اف. زين نجي هنا عندنا هذا السلايد ايش فيه، خلينا نشوف. يقول لك التنظيم مال تي سي اي، يقول لك انه تي سي اي دوره التي سي اي اللي هو كريبس سايكل راح يتم تنظيمها بواسطه منه، بواسطه الحاجه الطاقه ما حاجه الطاقه حاجه الخليه للطاقه، سيلز نيد انرجي، يعني حاجه الخليه للطاقه راح يتم تنظيمها بواسطه حاجه الخليه للطاقه على هيئه اي تي بي. يعني او شنو يقصد بيه؟ يقصد بيه اي تي بي، يعني الاي تي بي هو اللي راح يحرك لك. شلون مثلا احنا نقول الفلوس تسوي كل شيء، نفس الحاله هنا، اللي ما عنده اي تي بي، اللي ما عنده فلوس كش ما يقدر يسوي، اللي ما عنده اي تي بي كش ما يقدر يسوي. فهنا نقول لك الاي تي بي ممكن انه يسوي لك بدء العمليه. شلون بدا العمليه؟ وضحت لكم انا بدا العمليه، وضحت لكم اياها، قلت لكم انه راح ينطي 2000 دينار ويخليه يروح يشتغل، او ينطي 5000 ويرجع لها بعدين 50000. وضحت لكم اياها يعني. ويقول لك انه الاي تي بي ممكن بعد شنو ممكن انه يسوي؟ الانهبيشن اللي هو تثبيط التي سي اي، ممكن انه يوقفها، ممكن انه يشغلها، فهو اللي هو المتحكم. شلون ابو الشغل يعني هو براحته، شو مره يشغل عمال مره يبطلهم براحته، ما حد يقدر يحكي. زين ننتقل وراها على الريجوليشن. بالنسبه للريجوليشن خلينا نشوف عندنا بالريجوليشن التنظيم. يقول لك هنا انه there are important the glycator اللي هو الانزيم والفيتامين. عندك هنا عيني اللي ينظم لك هاي العمليه، طبعا ماكو شيء هو يتنظم هيك كلاوات، يعني العفو ماكو شيء يعني وحده، لازم اكو شيء ينظمه، ماكو شيء وحده يمشي. فيقول لك هنا اكو الاشارات اللي ممكن انه ينظموا لك العفو هاي الدورة، هو يا اما انزيم يا اما فيتامين. زين خلينا نشوف هذول الشغلات الثلاثة الاساسيات اللي راح تركزون عليها وتحفظوها غصبا ما عنكم. زين خلينا نشوف شنو هن ذني. اول شيء اللي هو السيترات سينثيز اللي هو انزيم، اللي هو ذني انزيمات، باعوا ذني انزيمات ينظمون لك الستريك اسيد سايكل. ما هي الانزيمات اللي تنظم لك الستريك اسيد سايكل؟ ثلاث نقاط أنا يعني لو دكتور أجيبها يعني كامتحان، يعني أجيبها من امتحان سؤال، ما هي ثلاثة اللي راح ينظموا لك؟ رقم اثنين الأيزوستريت دي هيدروجينيز، ثلاثة الألفا كيتو جلوتريت دي هيدروجينيز. لا أحد يقول لي شنو ترجمة، لا أحد يقول لي هاي أسماءهن، حتى ترجمون راح يطلع لك الهيدروجينيسين ما أدري شنو، راح يصير لكم هوسة، فأنتم احفظون نفس ما هي. عموما نكمل وراها، يقول لك أنه هاي الدورة راح تثبط ايش وقت في حالة الشبع. يعني شنو؟ يعني انتو مثلا انتو قاعدوا تاكلون واكو بيزا واكو لحمة بعجين واكو هاي السوالف الفاست فود، الهمبرجر، كنتاكي، زين بكل النوعيات. انتو بديتوا تاكلون انتو جوعانين طبعا، زين جايين يعني ما متغدين، ولقيتوا هالسوالف كلها قدامكم وراح تظلون تاكلون. زين وانا تراهن على هذا الشيء، وانا واحد من عندكم طبعا، راح تظلون تاكلون الى شنو؟ الى ان تشبعون. زين اذا انتم شبعتوا يجيبوا لكم نفس الوجبه مرت الاخ، تاكلونها لو لا؟ ما تاكلوها، وجوز تاكلون شويه وتعوفوا. ليش؟ لان انتم اصلا شبعانين. فيقول لك انه هاي راح تتوقف ايش وقت؟ راح تتثبط او تتوقف في حاله الشبع، من تشبع راح تتثبط.
شو شبع منه؟ لما تشبع بالاي تي بي وتشبع بالان اي دي اتش، زين من تش منك يصير عندها اي تي بي هواي وان اي دي اتش هواي وساكسينال سي او اي اللي هو الاسيتيل جروب راح يصير عالي، فبالتالي شنو راح تشبع. زين ليش تشبع؟ لان هو الاي تي بي هو كامل هو بطاقه، والان اي دي اتش هو بطاقه، والساكسينال سي او اي هو اصلا متاكسد وصار بطاقه، فانت على بعد على شنو؟ فبالتالي من راح يصير عندك هذول عاليات كلش، يعني انت جسمك كله متروس طاقه، اكلت وشبعت وتنقت، بعد مالك خلق تاكل، فراح يتوقف راح توقف عمليه الاكل، راح توقف عمليه الاكل زين، بينما تخلص الطاقه وترجع مرتلخ على هاي الصينيه وتاكل براحتك. زين اكو مثال خلينا نتطرحها، شنو بالله نسيت شنو هو المثال، والله نسيت شنو المثال، ما اتوقع راح اتذكره بعد. عموما فهو المثال هذا مال الاكل هو اوضح شيء. فايش وقت انتم تحفظون الشغلات الاتيه؟ شنو انه لما ايش وقت راح يتفعل؟ راح يتفعل لما يكون عنده نسبه عاليه من منو؟ راح يكون عنده نسبه عاليه من ذول ثلاث شغلات. ها ذكرت المثال، يعني شنو يعني انتم مثلا شنو معناها انه عنده كميات عاليه من الطاقه؟ يعني انتم مثلا اكلتوا وتغديتوا وشبعتوا نفس هالصينيه ورحت نمتوا، زين رحت نمتوا، انتم بهالحاله الجسم محتاج ينتج طاقه لو لا؟ انت ما انت عندك طاقه وما جاي تصرفها، ما جاي مخزنه، لانه انت نايم مبطح 24 ساعه، فما انت ما راح يعني ما راح تصرفها، فراح تبقيها موجوده بجسمك، فبالتالي انت جسمك يقول انت عندك نسبه عاليه، يعني اذا اعطيك طاقه راح تطق، فيقول لك انا راح اوقف. هذين ثلاث شغلات يزيدن لك او يفعلوا لك يثبطوا لك العفو الدوره. وشنو الشيء اللي فعل لك الاي دي بي؟ الاي دي بي ليش يفعل لك اياه؟ لانه الاي دي بي هو عباره عن جزيئي، يعني هو مثل السياره بس كوستر، زي مثل السياره بس كوستر، هاي ايش بيها السياره؟ ما بيها ركاب، البيم رايح من عندها، فما دام انت عندك من يصير عندك اي دي بي هواي معناها انت تحتاج طاقه حتى تحول اي تي بي، زين واذا عندك اي تي بي هواي تحتاج تصرفه حتى تحوله اي دي بي، هاي هي الموازنه مال الحياه. نكمل وراها، يقول لك انه الجينيتك ديفكتس العيوب الخلقيه للانزيمات اللي راح تكون شنو؟ راح تكون متصله مع السيفير نورولوجيكال دامج، راح تكون متصله او تكون مرتبطه مع السيفير نورولوجيكال دامج اللي هو يعني متصله بشنو؟ التشوه الخلقي، راح يكون متصل بالتحطيم العصبي الخطير، زين نتيجة لزيادة إنتاج الاي تي بي، او العفو نتيجة للنقص الكبير بالاي تي بي باي تي بي فورميشن، عملية إنتاج الاي تي بي، يعني الاي تي بي اذا يصير كلش ناقص كلش تنقص الإنتاج مالته، هذا الشيء راح يأثر لك على الأعصاب، ممكن انه يسوي لك تأثير كلش قوي، وبالتالي ايش راح يسوي لك؟ راح يسوي لك تأثيرات بالإنزيمات، يعني شيء مرتبط بشيء شيء. ننتقل وراها على الريجوليشن، خلينا نشرب مي ونكمل. اي نرجع ريجوليشن. اول شيء يكون باي انزيم عن طريق انزيم معين، الريجوليتنج باي فيتامين، يعني اول شيء اما انزيم اما فيتامين. وراها عندنا الباثولوجيكال كيس اوف اللي هو الديفيشنسي اوف، ونشوف الشغلات اللي عندي. وراها الفانكشن اوف اللي ماشيين عسر، يعني لانه يعني هذه سوالف همات ماشيها، ميتوكوندريا الكترون ترانسبورت شيء هم ماشيها، لانه انا شرحت لكم اياها، يعني من اشرحها بعد يعني هاي هو عاد الحين نجي نطول حتى ما نرجع نحكي بالتفاصيل. عموما المحاضره مالتنا اليوم ان شاء الله راح تصير ساعه مو اكثر، حتى واذا ما صارت مو اكثر من ساعه فالمحاضره ما اكملها لانه يعني ما تسوى اسوي جزء ثاني. عموما خلنا نقرا هسه على السريع. عندنا هنا هذا شو يسمونه اللي هو الريجوليشن، اول شيء يقول لك الستريت اللي هو ستريت اسيد، اللي هو ستريك اسيد، اللي هو منو ستريك اسيد؟ اللي هو العريس والهاي، تذكروا رجعوا بفيديو وتذكروا. يقول لك هذا راح يشكل او ممكن يشكل اللي يشكل ممكن انه يتحرك خارج الميتوكوندريا لما يكون هنالك زيادة بالطاقة وبالجلوكوز، كما هو الحال في زيادة الأكل وقلة الحركة الفيزيائية. 24 ساعة قاعد بالبيت وما يتحرك، زين ولا يطلع ولا يطوب، زين مع شنو؟ ومرأة لا يسوي رياضة ولا داخل بجيم، فبالتالي هذا الستريت اللي هو الحامض الشكل اللي هو العريس أمه ممكن أنه يتحول إلى جزيئة أسيتيل سي أو أي، اللي هي عبارة عن جزء أو جزء من عائلة
الفاتي اسيدز، ان انا فاتي ما يصير فات لي، اللي هو فاتي اسيدز اللي هي الاحماض الدهنيه. فالستريك اسيد هو حامض دهني، يعني انت شنو الستريك اسيد يزيد بجسمك، وبالتالي انت راح تصير وزنك راح يصعد ويصعد ويصعد. زين يقول لك synthesis that is esterified، ما اعرف شنو قصده بيها، مع glycerol forming triglycerides اللي هو الفات بعمليه lipogenesis. يعني هنا ده يقول انه هاي العمليه، انه عمليه التخزين مال الـ هذا اللي هو الستريت اسيد راح يتم مع نفس الوقت اللي يصير بعمليه lipogenesis اللي هي عمليه تخزين او صناعه الدهون او الممر مال عمليه تصنيع او تخزين الدهون وين بالكبد. فبالتالي اللي راح يذهب الى الانسجه الدهنيه، والانسجه الدهنيه يعني هو الكرش احنا نقول عليه حتى يخزن، وهذا الشيء راح يسبب لك اوبستي اللي هو السمنه واللايبو. هاي خلصنا السمنه. واللايبوجينيسيس هو ان ابوليك باثوي ما اعرف شنو هي الان ابوليك باثوي، اللي يعرف خليه يكتب لي بالتعليقات. عموما هسه شنو هذا يعتبر تنظيم، يعني هنا هو ما يحكي عن تنظيم، يعني هنا دي يقول لك انه المصير مالته وين راح يروح. انت ونطاك مثال، يعني ما نطاك كل الحالات، نطاك مثال واحد او حاله واحده، انه لما انت تاكل وظل قاعد بالبيت، هو لازم يعطيك انه لما تتحرك ولما هاي، بس هو نطاك انت لما تاكل وظل قاعد بالبيت راح يتحول الى دهون. من هو يتحول لستريك اسيد؟ واحد يقول لي وين ستريك اسيد، اقول له عين ارجع بدايه الفيديو راح تعرف شنو هو ستريك اسيد. زين فاحنا وياها يعني عليها زين، وياها عليها ما نتعمق احنا بالتفاصيل، احنا الموجود عندنا نقرا التفاصيل. حتى انا من نتعمق بالتفاصيل ما دا افوت كلش زايد، دا افوت بس اللي تحتاجوه انتو. زين عندي هنا يقول لك ملخص اللي هو اكسبلانيشن، شرح للملخص او شرح يعني جراف، هو راح يشرح لك هذا الشيء. يقول لك لم بحاله، اول حاله اللي هي حاله الاكل وزياده الطاقه وما تتحرك من البيت، ايش راح يصير عندك؟ الجلوكوز والستريت او اللي هو ستريك اسيد راح يتحرك الى سيتوبلازم. زين ويا الاسيتيل سي او اي راح يتحول الى شنو؟ راح يتحول الى تراي جلسيريد اللي هو شنو؟ اللي هو فاتي اسيد اللي هي احماض دهنيه، وبالتالي راح يصير عندك لايبوجينيسيس اللي هو عمليه انتاج الدهون، وبالتالي راح يتحول الى الاديبوس تيشو مالتك، وبالتالي راح يسوي لك اوبستي اللي هو السمنه. زين في حاله انه يكون انت ستارفيشن، راح يصير عندك تجويع او جاي تجوع نفسك، يعني تجوع نفسك مو معناها تقتل روحك، معناها انه تاكل لك يعني تقلل وجبات مال الاكل مالتك، وتبقى فترات طويلة انت يعني فترات ما تاكل، مثلا من العشرة من مثلا 9 بالليل او 8 بالليل المغرب، يعني بعد ما تاكل مثلا لي ثاني يوم الساعة 9 الصبح هيك شي تقريبا، هذا يسموه starvation. او ممكن انه مثلا انت تاكل بالتسعة تترياك وتتغدى مثلا بالثلاثة الظهر او بالاربعة، هذا عندك starvation. لا اكو ناس 24 ساعة ياكلون، يعني حرفيا 24 ساعة. زين starvation low ATP راح عندك، راح الجلوكوز راح ينقص، وبالتالي فانه التي سي اي اللي هو دورة كريبس ايش بيها راح يصير عندها زيادة بالانتاج، راح تزداد حتى تنتج لك شنو؟ حتى تنطيك ATP، لانه انت ما جاي تاكل فلازم تصرف من روحك. الاي تي بي منين راح يجيبه؟ راح يجيبه من الكرش مالتك. فبالتالي انت اذا ما تاكل هاي، يعني هو هذا حرفيا معنى الدايت او الرجيم. زين هسه الريجوليشن اللي هو التنظيم بواسطة الفيتامينز، التنظيم مال الفيتامينات او الفيتامينات، ايش يقول لك؟ يقول لك التنظيم مال الفيتامينات انه راح تلعب في دور اساسي او وظيفه اساسيه في عمليه في الستريك اسيد سايكل، في دوره الستريك اسيد. شلون؟ يقول لك انه راح يكون عندي اني اربع من الفيتامينات اللي هي من نوع بي. شوفوا الفيتامينات اللي تنظم لك عمليه دوره كرب راح تكون من نوع بي. زين شنو هذه؟ الرايبوفلافين، ثاني واحد النايسين، وثالث واحد اللي هو الثايمين اللي هو كله فيتامين بي. هذا بي 1، هذا العفو هذا بي 1. عندك اثنين من البي 2 دقيقة، هما بي بشكل عام، الرايبوفلافين والنايسين والثايمين والبنتوثينيك أسيد. هذول كلهم شنو؟ هذول كلهم يعتبرون من فيتامين بي، لأنه إحنا أخذناها واي، عندنا فيتامينات A B C D. زين كل أخذناها، هذا شنو هذا؟ يعتبر من فيتامين بي، فاللي ينظم لك هو فيتامين بي بشكل عام. الرايبوفلافين عندي فلافين أدينين دانيوكليوتايد
داي نوكليوتايد هاي تحفظوها عن ظهر قلب اللي هو الاختصار مع الاف اي دي. زين عندك بعد شنو؟ عندك النايسين اللي هو الاف اي دي الاختصار مع شنو؟ الاختصار مع النيكوتين امايد ادينين داي نوكليوتايد. وعندك بالثايمين عندك الثايمين دايفوسفيت وعند الثايمين وعندك البنتوثينيك هو بارد موف كوينزايم اي هو جزء من كوينزايم نوع اي. هذا اللي تحفظون نفس ما موجودات هنا. زين ننتقل وراها على الباثولوجيكال كيسز اللي هو الحالات المرضية. يقول لك انت ممكن يصير عندك امراض بسبب شنو؟ بسبب نقص في الانزيمات نتيجة لامراض موروثة. يعني هنا ما يحكي عن امراض، هنا يحكي يقول لك انه انت ممكن يصير عندك مرض لهاي الاسباب. يعني يقول لك هسه انت من يصير عندك مرض او خلل بدورة كريب نتيجة شنو؟ تقول نتيجة واحدة من هذول الشغلات. أول شيء أما أنت عندك خلل وراثي موروث يعني أو وراثي، يا أما الإنزيمات المساعدة، يا أما يصير عندك خلل أو نقص بالإنزيمات المساعدة، يا أما يكون عندك نقص بالأكسجين اللي هو هذا كلش مهم. نقص بالأكسجين يعني يصير عندك نقص بالأكسجين فبالتالي ما راح تشتغل دورة كريب بشكل عام أو بشكل صحيح. أو مشكلة بالمواد، أنت ما جاي تأكل سبستريتس اللي هي المواد الغذائية أو مواد متفاعلة، ما جاي تشتغل، أنت ما راح تقدر يعني ما راح تقدر تنقذ روحك. زين او افكت اوف كيميكال انهبيتور او تاثير في مواد مثبطه كيميائيه ممكن انه تاخذها عن طريق ادويه. زين منحفات من هاي السوالف ما ادري شنو. زين مانع شهيه وهي وحده من عندهم. اكو ادويه بتحتوي على عوامل او شو اسمه او اثار جانبيه ممكن انه تاذي لك هذه الدوره، يعني تخليك مثل تضعف او تنحف جسمك او تنحف جسمك تنحف جسمك بنحو الأسوأ. يعني مو انه تكرش وهاي، لا تجي تاخذ دواء، انت مصاب بمرض معين وتاخذ دواء وجسمك دا يصير بيه نحول، يعني يختلف عن انه تاخذ دواء وضعف روحك. فهذه كلها مسببات ممكن انه تسوي لك باثولوجيكال كيسز اللي هي حالات مرضيه. هسه ننتقل على وظيفه مالتك اسيد سايكل. شنو هي الوظيفه مالته؟ هنا الوظائف مالتي يعني حرفيا حاجيها وحده وحده بالشرح مالتي. اول شيء راح يكمل عمليه الايض. شلون يكملها؟ لانه انت عندك اول شيء كلايكولوسيس. زين كلايكولوسيس هاي اول عمليه، وراح يجيك دوره كريب. زين اللي هو كريبس سايكل ويكمل، وثاني اخر وحده اللي هو الكترون ترانسبورت تشين. فبالتالي انت راح يعتبر هو مكمل الفقره الثانيه، لانه بدون انت ما راح تكمل عمليه الهضم. زين الستك اسيد سايكل ايش بيها؟ راح يعتبر انفيبوليك. هاي تحفظوها، مميزاتها راح تكون انفيبوليك، يعني راح تكون تحتوي على عمليه الكاتابوليك والانابوليك اثنينهم. تتذكرون كاتابوليك عمليه هدم والانابوليك عمليه هدم اتذكر كانت، وكاتابوليك عمليه بناء. والله ما ذكرنا يعني نسيت بصراحه، بس هي وحده معد هدم وحده راح تكون بناء، هدم جزيئات وحده تكون بناء جزيئات، احنا اخذناها بوقتها اذا تتذكرون. زين عندنا الوظيفة الثانية. شنو الوظيفة الثانية؟ انه راح يجمع لك الطاقة على هيئة ATP ويحولها من GTP الى ATP. GTP يعني هو يعتبر نمط غير نمط او جزيئة ما تحتوي على الطاقة، يعني ما لي خلق هسه بصراحة وما يكفيني وقت، ما يسعفني وقت انه اشرحها، ولكن انتم احفظوها انه راح يحولكم اياها من GTP الى ATP او من الـ ADP الى الـ ATP، من الـ ADP الى الـ ATP او من الـ GTP الى الـ ATP. زين الاخر وحدة اللي هو راح يجمع لك القوة المختزلة، القوة المختزلة على هيئة NADH2 وFADH2 اللي هي السيارات، اللي هي راح يجمع عن سيارات يعني حمل أو سيارات صغار. وين راح يروحون؟ راح يروحون للزوراء اللي هم اللي هي شنو الزوراء؟ اللي هي الزوراء تعتبر إلكترون ترانسبورت تشين. تحفظون نفس ما هي موجودة. بالنسبة لي إيش قد راح تنتج لك طاقة؟ راح يكون عندك 3 NADH و9 ATP. زين اللي هي كل واحدة راح تنطيك 3 ATP عفوها، واحد ATP، واحد FADH2 واثنين ATP، واحد GTP راح يتحول إلى ATP. كمثال واحد أسيتيل سي أو أي راح ينتج لك 12 ATP، واثنين من عندهم راح ينتجوا لك 24 ATP. يعني هذا المحصلة النهائية مالته. يعني شنو؟ يعني تسعة يعني انت راح تاخذ. شوفوا انا بوقتها اعطيتكم قيم، بس هاي القيم قلت لكم هي مو ارجعوا بالفيديو وتذكروا، قلت لكم هاي القيم هي مو نفس ما هي، يعني هاي اكو اكثر تعقيد، اكو امورات معقده اكثر. يعني انا يمكن المحصله النهائيه ما ادري قد اعطيتكم فرقم معين، يعني حتى ما يوصل لتسعة، بس هو الحقيقه هو 12 وصل. لانه انت اول ما اول اكو في المكان جاي ينطيك تسعة، واكو مكان جاي ينطيك اثنين، واكو مكان جاي ينطيك واحد، فالمحصله هو 12 اي تي بي. يعني حتى احنا هاي يعني هذا الموضوع احنا قاريه قبل، ولكن حتى احنا قبل احنا قاريه ما كان يقول لنا انه 12 اي تي بي، ما
ما نعلم احنا كنا فايتين بالتفاصيل، فاكو تفاصيل اكثر احنا ما نعرفها، فالمطلوب من عندنا انه نحفظ نفس ما هو مكتوب، لانه التفاصيل تجينا تباعا، التفاصيل تجينا تباعا، يعني تجي لك 9 اي تي بي و2 اي تي بي و1 اي تي بي في المحصله 12 اي تي بي، واذا انت كنت 2 اسيتيل جروب اسيتيل، ليش دي يحكي على الاسيتيل؟ ليش دي يقول اسيتيل هي مو بايروفيت مصطفى؟ تركزوا وياي، انا ايش قلت لكم وقتها؟ قلت لكم انه اني الجلايكوليسز ايش راح ينتجي؟ راح ينتجي جزيئتين من البايروفيت اللي هو 3 سي، صح لو غلط صح؟ زين هذه هذا العريس يقدر يفوت جوا ولا ما يقدر؟ ما يقدر، لازم يحضر روحه، فعمليه التحضير هي ما تعتبر من ضمن الجلايكوليسز ولا من ضمن الستريك اسيد، هي عمليه واحده يسموها بريبريشن، هي عمليه التحضير. زين بعدين من يتحضر شي يصير هو تعدل وعدل شعره ولحيته والقاط مالته، ايش صار لك؟ صار لك سي او اي اللي هو يسموها الاسيتيل جروب او اسيتيل جروب سي او اي. اذا هذا الاسيتيل هو سي او اي اللي هو عباره عن 2 سي، هو مشتق من 2 سي لان صار بيه اوكسيديشن، فاحنا ما نقول بايروفيت بعد، نقول سي او اي. زين نعبر وراها، يقول لك ما هو المصير ان اي دي ال وان اي دي بي اج، وين شنو المصير مالتهم؟ نقول باي اذر وورد هاو كان دي كان جيف اي تي بي، شلون راح ينطق الاي تي بي او المصير مالهم كاختصار، المصير مالهم هو الالكترون ترانسبورت تشين، خلينا نشوف شلون راح ينطق، شلون راح ينطق الاي تي بي، شلون راح يحول لك اياه. عيني يعني هاي المسألة وضحتها قبل، يعني ما يحتاج بعد أوضحها أكثر، أنه ذني يقول لك ذني السيارات يجمع عن إلكترونات ويجمع عن طاقة ويروح وين؟ يروح الإلكترون ترانسبورت تشين، هاي 6000 مرة حكيتها. فيقول لك أنه الـ NAD والـ FADH ليش تقول فيديو؟ اي والراح يمر راح يمرون باس، المفروض باس زين، ها موضوع اثنين، باس الكترون راح يمرون الالكترونز الى شنو؟ الى المكونات مال سلسله نقل الالكترونات اللي هي الزوراء، الاي تي سي هي الزوراء اللي هي راح تكون موجوده وين؟ ها حفظ، اللي تكون موجوده بالغشاء الداخلي مال الميتوكوندريا، يعني الالكترون ترانسبورت تشين وين؟ بالميتوكوندريا، الكريب سايكل وين؟ بالميتوكوندريا، والجلايكوليسز، جلايكوليسز وين موجوده؟ موجوده ب ركزوا وياي، موجوده باول واحد اللي هو بالسيتوبلازم، يعني وحده بسيتوبلازم واثنين بالميتوكوندريا. زين يقول لك هنا انه الميتوكوندريا الالكترون ترانسبورت تشين اللي هو الاي تي سي والاوكسيديتيف فوسفورايليزيشن، عشان فوسفورايليشن عفوا ما اعرف شنو هذه. يقول لك الاي تي سي او سلسله التنفس الريسبيراتوري هي شنو؟ هي الكومن باث واي او الفاينل كومن باث واي، هو الممر المعروف الرئيسي الاخير زين، وهو وين؟ بالايروبيك سيلز بالخلايا الخلايا الهوائيه، لانه تحتاج هواء ترى زين، حيث انه الالكترونات راح تشتق لنا او تجينا من مواد مختلفه وراح and are substrates are transferred to oxygen، راح يتم نقلها للأكسجين. زين يقول لك it is a series، هي عبارة عن سلسلة من الإنزيمات اللي تأكسد وتختزل ومن التفاعلات اللي راح تتمثل بالتفاعلات العادية، يعني من ذني تفاعلات تحفظوهم اللي هو reduced A oxidized B، بواسطة إنزيم يصير لك oxidized A و reduced B، يعني شنو بقى ركز وياي؟ يعني سيارة تروح مليانة أشخاص، تروح للزوراء وترجع شبيها ما بيها ولا شخص، بينما بين واحد يروح واحد يجي، واحد يروح وواحد يجي، زين هذا من يجي شيء راح يجي فارغ مو صحيح؟ بعدين يقبض هنا ويصعد، شلون كي واحد يروح وواحد يجي؟ فيقول لك واحد يختزل واحد يتأكسد، واحد يتأكسد وواحد يختزل، يعني ينطون هيك سلسله، يعني تروح كي تقبض تروح تودي للزوراء وترجع فارغه، تقبض وترجع وتروح تنطي للزوراء وترجع فارغه، نفس الشيء، اللي هو عمليه الاكسد والاختزال عمليه اضافه الكترونات او عمليه ازاله الكترونات. يقول لك الانزيمات المساعد اللي هو الـ NAD والـ FAD هي شنو؟ هي تعتبر كالكترونات راح تستخدم الانزيمات المساعد راح تستخدم لك هذول كالكترونات او كمستقبلات الكترونات، يعني شنو يعني هنا الـ NAD مثل السيارة والالكترون مثل الشخص، فيقول لك الشخص راح يستخدم لك ذول الـ NAD والـ FAD كنواقل يوديهم من مكان لمكان. عفوا هاي الصورة، عفوا هاي بس هنا نركزوا على شنو، شوفوا هاي هنا الالكترون ترانسبورت تشين هو
مهم اخذها من الانر مايتوكوندريال ميمبرين اللي هو الغشاء الميتوكوندري الميتوكوندري ما ادري شلون اقول بالعربي الداخلي. فهنا هذا غشاء هو هذا غشاء. فتجي شنو تجي هذه تطلع وتدخل يعني باعوا السيارات تمشي على هذا المكان ترى باعوا ركزوا السيارات تمشي على المكان وتنطي الالكترونات. هنا أنا أهم فقرة عندي بهذا الصورة أنه شنو أنه 38 ATP هو المحصلة النهائية من العملية الواحدة فقط اللي هو 38 ATP راح ينطيك. وانتو تخيلي بعد كم عملية تصير وكم مادة تدخل وكم مادة تطلع. عفوا هاي الصورة. نجي على الانهيبيتورز. عندي هنا الانهيبيتورز اللي هي المثبطات. هنا أنا سؤال راح نقرأه وانتو انتظروا عندكم الجواب. بس خلنا نقرأ الانهيبيتورز نشوف يعني الجواب يكون واضح لا يكون واضح. زين وعندي هنا اللي هو الأوكسيديتيف فوسفورايليشن فوسفورايليشن وعندي بعد هنا اللي هو سنشوفه جزء عفوا هذا عندي هنا سمري وعندي هذا تعالوا خلينا نشوف هذا قبل ما حتى نحاول انه نكبس المادة من ورا ومن قدام. عندنا هذا السلايد الاخير يقول لك راح يوضح لك الاي تي بي يلد حقل الاي تي بي او تجميعة الاي تي بي. يقول لك من اول شيء من عملية الأكسدة مال الجلوكوز اللي يحولها من 6C إلى 3C اللي ما يعرف شلون 6C إلى 3C خلي يجي على بداية الفيديو راح ينتج لك 2 ATP. عملية تكوين COA أبو العريس اللي ما يعرف شلون العريس خلي يرجع بداية الفيديو راح يكون لك 6 ATP وين قلت لكم 6 ATP. عملية كريبس سايكل طبعا هاي عملية تحضيرية هاي مرات يخلوها 3 يعني مو قلت لكم انه اول شيء كلايكولوسيس بعدين يجي وراها كريبس وراها يجي وراها الاي تي سي. اكو ناس يخلون خطوه بين الكلايكولوسيس وبين الكريبس انه يسموها عمليه تحضيريه اللي هي عمليه انه العريس يتحضر. العمليه العريس يتحضر يتحول من 3 سي الى سي او اي. هذه العمليه يسموها بس هذه يسموها شنو يسموها بالبريباتوري البريبيرتوري شلون لا العفو دقيقه قاعد تسحق بريبيرتوري ستيب اللي هو جاي بريبير بريبيرتوري ستيب اللي هو الخطوه التحضيريه. انا طبعا ساعده عشان تترجم من عندي. زين ايش قد راح ينتج لك هذا هاي راح ينتج لك 6 اي تي بي يعني. وهذا عمليه الكريبس وحده تنتج لك 2 جي تي بي اللي هو يكون مكافئ للاي تي بي يعني نفس الشيء تقريبا. باعوا هنا يقول لك هذه بس العمليه ولكن السيارات الناقله يعني شوفوا شلون مثلا نروح على الزوراء اكو يقولون مثلا المدرسه تريد تسوي روح على الزوراء. زين يقول لك انا راح اجيب مثلا 3 كوسترات 3 ان اي دي زين يقبطون ووديهم. بس اكو طلاب يقولون لا احنا راح نجوي اهلنا بسيارتنا وحدها. اللي يروحون ويا اهلهم هي هاي النقطه الاولى. 2 راح يروحون ويا اهلهم 6 راح يروحون ويا اهلهم 2 راح يروحون ويا اهلهم. بس اللي يروحون بالكوستر اول شيء اللي يروح بالكوستر هو 6 طلاب. ثاني كوستر راح يروح به طالبين. ثالث كوستر راح يروح به 18 طالب بالكريبس والنتيجه هي 38 طالب. ها و18 طالب وعندك بعد كوسترين العفو باصين كوسترات وباصات. الباصات 4 طلاب كوسترات 18 اللي هم تقريبا نفس الشيء ذول اثنين هم نواقل بس مجرد يعني اختلاف بسيط بيناتهم تعقيدي. ف18 ب 4 فهذن يعتبر يا اما الناس اللي يروحون وحدهم او يا اما الناس اللي يساعدون ويا كوسترات والباصات اللي تجهزها او يجهزها المدير للطلاب. هذا خلصنا هذا السلايد السمر احنا قلنا نعوفه على مود الوقت يعني مو على مود شيء اكثر. فنجي على ذني خلينا نشوف الانهيبيتورز. هذه الانهيبيتورز اتوقع انه شوفوا هنا اكو لازم نقرا احنا اول سطرين يفيدنا بهذا حتى نشرح هنا لما هنا عندنا كومبلكس 1 كومبلكس 2 كومبلكس 3 كومبلكس 4 ذني معقدات. خلينا نشوف شنو ذني المعقدات. يقول لك باعوا انه الغشاء الداخلي للميتوكوندريا ممكن انه راح ينقسم او يتوزع الى 5 معقدات بروتينيه مختلفه. يعني هذا الغشاء به 5 معقدات بتتوزع ممكن هذا المعقد رقم 1 معقد رقم 5 3 عفوا يما 5 يما 1 يجي هيك معقدات كلها تتوزع واحد بصف الاخ راح نسميها معقدات 1 2 3 4 يعني ما ادري هذا اي في ما اعرف يمكن 4 والفي هو 5. زين يقول لك هذا المعقدات كل واحد من عندهم هو يعتبر جزء من سلسله نقل الالكترون. ليش؟ انهم هذول راح يستقبلون فيعتبر هو سلسله نقل الالكترون. يعني ذني معقدات قاعدات هيك متربصات. زين متربصات وحده بصف الاخ يعني ممكن تلقي 1 5 4 2 ثلاثة كمثال لان يجون الالكترونات يسحبوهم بس يسحبون. زين بس يسحبون
يكمل وراها يقول لك انه كل معقد من ذوي راح يستقبل لك او راح ينطيك الكترونات زين المن الى الحوامل الالكترونيه مثل الكون زايم كيو والسايتوكروم سي. شوفوا اكو هذول حوامل اللي يسموها حوامل الكترونيه. حوامل الكترونيه يعني هي اكثر تعقيد، نحن حفظنا ندخل بالموضوع كلش يلا نحفظهم ولكن تحفظوها، يسموها اللي هي الحوامل الالكترونيه. حوامل الكترونيه مثل الكون زايم كيو والسايتوكروم سي، لان يحفظهم يعني اخاف تفيدكم. احنا ناخذ من هاي بس هذا الحكي اللي يفيدنا. فانا اللي اوضحكم انه هذني معقدات راح يشتغلون انه شنو يسحبوا لك الالكترونات او ينطوك الالكترونات حسب الحاجه. ممكن انت تاكل، ممكن انت عندك طاقه، فايش راح نسوي؟ راح ننطي طاقه. ممكن انه ما عندك طاقه فراح نسحب طاقه، يعني معقدات تسحب. فيقول لك ذني معقدات كل واحد منهم راح يتثبط بشغله معينه. مثلا المعقد رقم واحد اللي هو الكومبلكس 1 راح يتثبط في مكون معين او في شغله معينه اللي هو شنو؟ اللي هو الروتينون. اللي هو الروتينون شنو هذا الروتينون؟ اللي هو بين قوسين اللي هو الانسكتسايد. الانسكتسايد يعني الروتينون بين قوسين نقول عليه الاسم الشائع اللي هو الانسكتسايد اللي هو المبيد الحشري، هو مثال للمثبطات مال هذا المركب. يعني هذا المركب او هذا المعقد مال الالكترون ترانسبورت تشين راح يثبط او يصير بيه انهبيشن عن طريق شنو؟ عن طريق هذا الانسكتسايد. الانسكتسايد او الروتينون يعني الاسم العلمي مالته. المعقد الثاني اللي هو كاربوكسين، هو مثال المعقد اللي ممكن انه يسوي لك انهيبيشن، مثال لل مثال يعني للشيء اللي ممكن انه يسوي لك انهيبيشن بهذا المعقد اللي هو شنو؟ اللي هو الكاربوكسين. زين ثالث واحد اللي هو الانتي مايسن. الانتي مايسن هو الشيء اللي راح يسوي لك انهيبيشن بالثالث واحد. والرابع واحد اللي هو الانهيبيتد باي كاربون مونوكسايد اللي هو السي او، اللي ممكن انه ينافس لك الاكسجين والمكونات الاخرى اللي هو الاتش 2 او والايزايد، والاخر واحد اللي هو السيانيد اللي هو السيانيد السيانيد اللي هو السيانيد. يقول لك العديد من العديد من التشوهات الوراثيه اللي هو مثل ال NADH dehydrogenase والسيتوكروم اوكسيديز مع الميتوكوندريا ممكن انه تحصل وسبب لك مايوبثي وسبب لك الانسي اللي هو ها الانسفالوباثي. الانسفالوباثي اللي هو اعتلال الدماغ، والمايوبثي اللي هو اعتلال العضلات او خلل بالعضلات. هنا الانسي الانسفالوباثي اللي هو خاص باعتلال الدماغ او الاضطراب اللي يصير بالدماغ. زين هسه هاي الكيس انتقروها حاولوا ان تحلوها وبعدين انا ادزكم الحل مالتها. زين يعني حاولوا ان تحلوها انتم وبعدين انا ادزكم الحل مالتها. فعندي هنا اخر شيء اللي هو خلينا نشوف هذا الكيس اللي هو السي ام بويزنينج. إن هذا اللي هو قلنا عليه بويزنينج اللي هو الكيس السيانيد السيانيد العفو السيانيد السيانيد بويزنينج اللي هو سي ان كيس السيانيد بويزنينج. يقول لك انه هذا راح يربط لك مجموعة اللي هي مال السيتوكروم اوكسيديز وراح يثبط لك الانزيم وراح يسد لك التنفس، وهذا راح يطلع الالموند اودر از نوتد اون ذا بيشنتس بريف. هذا الالموند هنا اتوقع بيه قصد الجوز، الالموند لا اللوز العفو اللوز راح اللوز مين تنفس راح تشتم انه راح تلوز بحلقه. زين and it's early as possible by giving nitrites اللي اقول لك هذا ممكن انه يكون عادي او ممكن انه ينحل اذا اعطيته نيتريتات نيترايتس او انطيته صوديوم بايكربونات او انطيته ثيوسولفيت او انطيته فنتيليشن تنفس 100% اكسجين راح يكون فيتل اذا ما عالجته راح يكون مميت. زين هسه ننتقل على وراء اللي عندنا اللي هو اوكسيديتيف فوسفوريليشن. يقول لك الاوكسيديتيف فوسفوريليشن تعتبر هو المصدر الاساسي للطاقه في الخلايا التنفسيه، وهاي العمليه يعني راح تصير وين وير باي ذا فري انرجي اللي بيها انه الطاقه الحره راح يتم طرحها عندما الالكترونات راح يتم نقلها على طول سلسله النقل الالكترونيه، وهي راح تكون مدموجه الى الفورميشن او راح تكون كوبل to formation راح تندمج حتى تشكل لك الاي تي بي من الاي دي بي زائد ام بي اي اللي هو الفوسفورس. زين ننتقل هسه وراها على هذا الموضوع. عندي بعد 3 سلايدات وتخلص المحاضره، خلينا نقراها على السريع.
هنا عندنا هذا الموضوع يحكي لك عنه، وهذا السلايد يحكي على اللي هو الكيمو، بدي اشوفه، اللي هو الكيمو اوزماتيك اور ميتشلز ثيوري. هاي هنا في النظريه، احنا نحكي عن نظريه، يقول لك هي من اكثر النظريات اللي مقبوله عن اللي شو اسمه الاوكسيديتيف فوسفوريليشن اللي حكينا عليها دي فوق. زين، نقول لك حيث انه الالكترونات الحره راح يتم انتاجها بواسطه الالكترونات اللي جاي تنقل عن باي بواسطه الاي تي سي اللي جاي يمر بيها. زين، يقول لك الالكترون كارير، الحاملات مال الالكترونات راح تعمل كمضخات اللي هو ايونات الهيدروجين اللي هي ايونات قلت لكم يعني اكروس خلال الغشاء. زين، ومتحركه من الماتريكس باتجاه الغشاء الداخلي. زين، يقول لك الايج راح يمر من خلال الثغر زين او القنوات في الميمبرين بالغشاء، راح يعود الى باتجاه الى شنو؟ باتجاه الماتريكس مال الانزيم اللي هو الاي تي بي سينثيز. زين، هنا يقول لك انه الانتاج مالتي الكومبلكس واحد راح ينتج لك ايش قد؟ واحد مول اي تي بي. الكومبلكس ثلاثه راح ينتج لك واحد مول اي تي بي. كومبلكس هذا اربع راح ينتج لك واحد مول اي تي بي. زين، يقول جوز راح ينطيك ان اي دي ايج راح ينطيك 3 اي تي بي، والاف اي دي ايج راح ينطيك 2 اي تي بي. يعني بس اشارات تحفظوها هيك، بس اشارات بسيطه. الطاقه مال انتاج مال طاقه من مول واحد من الاوكسدايزد ايروبيكلي الكلوك، المول واحد من هذا الاكسيد اللي جاي تصير ايش قاعد ينتج لك؟ بالكلايكولوسيز راح ينطيك الواحد جي ال سي راح ينطيك 2 بايروفيت اللي هو 2 زائد 4 بالتالي 6 اي تي بي. ال 2 بايروفيت راح ينطيك واحد من عندهم راح ينطيك 6، واحد جي ال سي راح ينطيك 6 اي تي بي، 2 بايروفيت راح ينطيك هو نفس الشيء 6 اي تي بي، وبالسي اي سي اللي هو سيتريك اسيد سايكل راح ينطيك راح يصير عندك 2 اسيتيل سي او اي راح ينتج لك ايش قد؟ 24 اي تي بي، والكل يكون 36 اي تي بي، وتجينا اثنين من غير مكان صارت لك 38 كليه. زين، هسه التحكم اللي هو الجليشن مال اوكسيديتيف فوسفوريليشن، التحكم مالته شلون راح يكون؟ راح يكون خلينا نشوف والله شكو هنا. هنا يعني اقول لك التحكم مالته او التنظيم مالته راح يكون بالافيلابيلتي اوف اي دي بي، وجود الاي تي اي دي بي، ووجود مواد غذائيه، ووجود الاكسجين اور بوث كلهم. زين، وبعد اخر شيء اللي هو كاباسيتي اللي هو السعه مال الالكترون تشين اتسلف، انه الالكترون لازم يكون عنده سعه خاصه بهذه الشغلات تحفظوهم. هنا اخر شغلات يعني موجود حفظ، ماكو اي شيء مهم او صعب بهن. سمارين احنا قلنا انه ما راح نقال انه عمود الوقت اولا، وانا دا اشرحهن وحده بوحده. المحاضره سهله وواضحه، مو سهله زينه يعني، لا حتى مو زينه يعني، هي شويه طويله بصراحه بس واضحة حاليا عندكم، حتى وإن كانت هي طويلة. اللي عنده سؤال، اللي عنده شيء، خليه يكتب بجواب التعليقات، ونشوفكم إن شاء الله بخير ومع السلامة.